اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من حلقتنا حسن الجن وصالح الدود ومضيفه حلقه الليله فقرتنا اليوميه بين قوسين نتابعها ثم نعود. في فقرة بين قوسين لهذه الحلقة اخترنا لكم اليوم مقالة للكاتب في صحيفة عكاظ محمد عبد الوهاب والتي جاءت بعنوان باي باي رياضة أبيض وأسود، حيث بدأ الكاتب مقالته بقوله: أختلف كثيرا مع من يغرد بعيدا عن الواقع وحجته بأن الماضي سيشفع لنا يوما من الأيام، كيف لنا أن نصدق هذا ونحن نعيش حاضرا تعيسا ملطخا بالسقطات الموجعة؟ صعبة تلك المعادلة، والأصعب منها أن يقتنع بها الجيل الجديد صاحب اللمحة الذكية. ما جعلني أكتب هذه الأسطر هو وجود كم من هائل من المسؤولين والنقاد الرياضيين المخضرمين والمنتمين إلى جيل سابق شارف على 50 وربما 60، والذين أكل لهم كل ود وتقدير، لكنني لن أكون مجاملا لهم، فنحن في موقعة الصراحة حتى وإن كانت قاسية. سأستشهد بمقولة أحد نجوم الكرة حينما سئل عن المدرب الأفضل برأيه، حينها أجاب: الكرة متطورة وحديثة، لذا فإني أرجح المدرب صاحب العمر الأصغر والفكر الأكبر، أميل لذلك المدرب صاحب المدرسة الحديثة ومن يكون أقرب فكريا وعقليا للاعب الحالي. وقتها تأكدت بأن لكل مرحلة النهاية ولكل زمن رجاله وفكره، ولنا في المدرب السيد غوارديولا خير مثال، فهو مدرب مودرن وناجح. وأضاف الكاتب: حقيقة أرى بأن مرحلة التغيير هي مرحلة انتقالية من شيء إلى آخر، تشمل هذه الانتقالية تغييرا ملموسا وواضحا للعين قبل أي شيء كبداية أولى على الأقل. فلو أخذنا على سبيل المثال المنتخب السعودي، بدأت مرحلة التغيير ولكني أرى بأنها ناقصة بعض الشيء، وهذا ما أكده بعض المسؤولين في الاتحاد السعودي حينما صرح أحدهم عن المدرب السابق بيسيرو بقوله: ناقشنا المدرب بيسيرو وتحدثنا معه بأن منهجيته التي يحاول تطبيقها على المنتخب لا تتناسب مع اللاعب السعودي، بل هي أقرب إلى اللاعب البرازيلي والأرجنتيني أكثر، لتأتي علامة استفهام كبرى: ولماذا يستبعد اللاعب السعودي من هذه المنهجية؟ خلينا نشوف عناوين صحافة الصباح. في صحيفة الحياة: طارق كيار اتفقنا مع الحسني ونسعى للمحافظة على كمالش. في الاقتصادية: كوز من مصير وياسر ليس بأيدينا. في عكاظ: عطيف يستعد للآسيوية في باريس. في الرياضي: النصر والأهلي يدخلان على خط الفريدي. العفالق ظلمونا فأسقطنا زعيمهم، هذا في صحيفة النادي. وعيد ابتعاد قروب مصلحة للرياضة السعودية. في سعودي سبورت والرياضة السعودية: الكشف عن مكتب أوروبي لتجهيز النصر. والقرشي: كبائن التعليق غرف للتسول. وأخيرا: من هو الرئيس الخفي، سامي الجابر أم عيد الجهني؟ في الوطن: معاذ خارج أسوار الأهلي. هذه عناوين صحافة الصباح. ضيفنا في حلقة الغد سمو الأمير فهد بن خالد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وعد يعني إن شاء الله نوعد ونوفي أنه نقدم بكرة حلقة مميزة تليق بالأمير فهد بن خالد وتليق بالنادي الأهلي البطل اللي
على احد عشاق هذا الموسم، واي احد يعشق الكره الجميله يعني اتوقع، ما ادري بس اتوقع انه لازم يكون مع جماليه اداء الاهلي واللي قدمه هذا الموسم، فريق قوي ينافس على كل البطولات، حقق جزء من العلامه الكامله، بطوله وتاهل اسيويه واداء جدا جميل. نتمنى انه الاهلي يستمر على هذا الايقاع لانه مصلحه الكره السعوديه انه الاهلي يكون في المقدمه مع الفرق المقدمه. حسن شكرا جزيلا لك. شكرا لك بوجود، شكرا للزميل صالح وللاخوه المستمعين والمشاهدين، واتصور ان لقاء الامير سيكون يعني حديث الموسم ان شاء الله باذن الله. كابتن صالح شكرا جزيلا. الله مشكورين، واتمنى ان شاء الله بكره تابع حوار حلو، بس انتبه ترى مهاري هو، نشوف بس سعود مهاري. الله يعيننا عليك. يلا بتقول شيء للعيان؟ ابدا اشكره على الهديه اللي بوديها المتحف الدرعي اليوم. تمام. الله، مع السلامه.